السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الحين راح نشرح النيرفز الموجودة في اللور لمب. تمام، نبدأ من الانتيرير بارت من اللور لمب. تمام، راح نحصل هنا نيرف واحد بس اللي معانا، ألا هو الفيمر نيرف. نيرف واحد معانا بسيط جدا، اللي باللون الأصفر رقم 84، اللي هو الفيمر نيرف. نيجي من البوستيرير بارت. تمام، البوستيرير بارت عندنا نيرف جدا طويل اللي هو مرقم ب 83، اسمه سياتيك نيرف. السياتيك نيرف هذا يجي منه تو برانشز، تمام، تفرعين. التفرع اللي في الميديال بارت اللي قريب من منتصف الجسم اسمه التيبيال نيرف، هذا اسمه التيبيال نيرف. التفرع الثاني اللي هو اللاترال، في اللاترال سايد عن البعيد عن منتصف الجسم، اسمه الكومن نيرف. هذا الكومن نيرف، هذا التيبيال نيرف. كومن نيرف، تيبيال نيرف، سياتيك نيرف يتفرع منه تفرعين، تيبيال نيرف وكومن نيرف. لاترال ميديال، معلش، ميديال لاترال، ميديال لاترال.